سيادة المطران كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن بزيارة رعوية إلى محافظة إربد، التقى خلالها جموع أبناء الرعية، كما قام سيادته بزيارة إلى مقر البعثة البابوية بعمان واطلع على نشاطاتها وخدماتها. إلى التفاصيل. منذ تعيينه رئيسا لأبرشية الروم الملكيين الكاثوليك في الأردن، قام سيادة المطران كير جوزيف جبارة بالعديد من الجولات الرعوية بهدف اللقاء بأبناء الرعاية عن قرب والاطلاع على حاجاتهم والاستماع لهم، حيث وصل المطران جبارة يرافقه الأمين العام لكشافات الروم الكاثوليك القائد طارق مسلم إلى كنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك بمحافظة إربد في زيارة رعوية هي الأولى، حيث جرى لسيادته استقبال رسمي وكنسي وشعبي كبير على وقع معزوفات مجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الكاثوليك إربد. وترأس سيادته القداس الإلهي بمعاونة الأب غالب بواب راعي الكنيسة والأكونوموس وليام سويدان وحضور الأباء الكهنة من الكنائس الرسولية المختلفة في المحافظة وبمشاركة جموع المؤمنين وجوقة الكنيسة. كل من يعترف بي قدام الناس أعترف أنا أيضا به. وبعد قراءة الإنجيل المقدس تحدث المطران جبارة في عظته حول الروح القدس وعمله في حياتنا قائلا: إننا إذ قبلناه من خلال فضائل المحبة والتواضع والوداعة والرجاء والإيمان فإننا نصبح هيكلا للروح القدس، فالمهم هو أن نستدعيه في كل وقت ليحل علينا بمواهبه القدوسة. إذن دائما استدعاء الروح القدس. كل مرة زرت كنيسة، كل مرة وقفت أمام إيقوني بتكون تصلوا، دائما استدعوا الروح القدس بحياتكم. خلوا دائما الروح القدس حاضر من خلال صلاتكم. صلوا للسيد المسيح، صلوا للآب السماوي، ولكن ما تنسوا إنكم تصلوا للروح القدس. وقدم الأب بواب كلمة رحب فيها بسيادة المطران وقال: أيها القادم من أرز لبنان والملتحف بالإيمان المقدس، لقد ائتمنت على إدارة وتدبير شؤون كنيستنا، أمدك الله بالقوة لمتابعة المسيرة التي أنت أهل لها، فنحن معك ونؤيدك. وهنا أسأل نفسي: أهي مصادفة أن تصل سيادتكم رعيتنا في هذا الأسبوع المقدس والذي يحمل عيد الخمسين أو عيد بناء الكنيسة؟ أعود للقول: أهي مصادفة يا سيدي أم ترتيب إلهي خص به رعيتي كما خص به نفسي؟ وفي الختام التأم الجميع في باحة الكنيسة مقدمين لسيادته التهنئة ومتمنين له سنين عديدة مباركة في خدمته الأسقفية للكنيسة والرعية. وفي ذات السياق قام سيادة المطران جوزيف جبارة يرافقه الأب مودي هنديلي بزيارة إلى مقر البعثة البابوية، حيث التقى فيها بمديرها السيد رائد البهو والعاملين فيها، واطلع سيادته من خلال تجواله في أقسام ومرافق البعثة على الخدمات التي تقدمها والنشاطات التي تعمل عليها، حيث قدم البهو لسيادته شرحاً وافياً حول عمل البعثة خاصة للاجئين والمهجرين. تشرفنا اليوم بزيارة كريمة من سيادة المطران جوزيف جبارة، المطران الروم الكاثوليك المعين حديثاً في الأردن. أطلعنا سيادته على المشاريع التي تقدمها البعثة البابوية، وخاصة المشاريع المقدمة لكنائس الروم الكاثوليك في كافة محافظة المملكة. أبدأ سيادته كل دعم ومساندة لهذه المشاريع لتطويرها وديمومتها
زيادة عليها في المستقبل. نشكر سيادته على هذه الزيارة وعلى دعمه، ونتمنى له خدمة موفقة لخدمة كنائس المملكة جميعا. شكرا.